أهلا بكم في حلقة جديدة من أخبار الناس، حيث نسلط الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية والخدمية والإنسانية في ليبيا. انطلاق العام الدراسي في عدة مناطق بعد توقف دام لأكثر من شهر نتيجة اعتصامات المعلمين. ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض الليشمانيا في جبل نافوسة، ووزارة الصحة تعلن توزيع 20,000 حقنة لمكافحة المرض. وتتابعونا في أخبار الناس أيضا. بديت في المواصلات الكبار يعني تقريبا 2009 2010، وبعدها خشيت على المواصلات المجهزات هذه المعدلات تقريبا 2010، ومن 2010 نلعب في المواصلات المجهزات هذه اللي توا في مشاركات خارجية وفي مسابقات داخلية. أكد عضو لجنة التعليم بالمجلس البلدي تجرى محمد جمهور بدء العام الدراسي في مدارس البلدية الأحد بعد توقف دام لأكثر من شهر نتيجة إضرابات المعلمين. هذا وشهد العام الدراسي الحالي احتجاجات واسعة من قبل المعلمين، أبرزها تسوية أوضاعهم المالية ومنحهم التأمين الصحي وفصل التعليم العالي عن العام. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد سلطان. وأخيرا فتحت المدارس المغلقة أبوابها أمام التلاميذ بعد تأخر عن الدراسة لأكثر من شهر نتيجة اعتصامات المعلمين المطالبة بتسوية أوضاعهم المالية وفصل التعليم العالي عن العام ومنحهم التأمين الصحي. عضو لجنة التعليم بالمجلس البلدي تاجورا محمد جمهور أكد للأحرار بدء دراسة في المنطقة بعد اجتماعهم مع مديري المدارس والاتفاق على انطلاق العام الدراسي. وفيما يتعلق بالطلبة النازحين، أكد جمهور أن قرابة 8,000 طالب لم تتمكن مراقبة تعليم تاجورا من توزيعهم على المدارس نتيجة نقص المقاعد الدراسية وأغلاق بعض المدارس بعد تعرضها للقصف وحاجتها للصيانة، مشيرا إلى أنهم خاطبوا وزارة التعليم بذلك ولكن دون جدوى وفق تأكيده. العام الدراسي الحالي شهد إضرابات هي الأوسع منذ سنوات، حيث أغلقت عديد المدارس أبوابها أمام الطلبة في مناطق مختلفة، وخرج معلموها في مظاهرة أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية. مطالب المعلمين هذه ورغم تكرارها الأعوام الماضية إلا أنها لم تتحقق، حيث يضم قطاع التعليم آلاف الموظفين يتقاضون رواتبهم من الوزارة وهم خارج كادرها الوظيفي، وهو السبب الرئيسي وفق مسؤولين بالقطاع في فشل جميع المحاولات الرامية إلى زيادة مرتبات المعلمين أسوة بغيرهم في قطاعات الدولة الأخرى، وسط أمال بحل حالة مشاكل هذا القطاع لضمان استئناف الدراسة وعدم توقفها مجددا. وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة عضو تنسيقية معلمي مصراتة صلاح حسمي. أهلا بك سيد صلاح، ما هو موقفكم من انطلاق الدراسة بعد توقف دام لأكثر من شهر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا أترحم على أرواح الشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى. بالنسبة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، انطلق اليوم في جميع مدن ليبيا أو المقصود المنطقة الغربية بالذات. انطلقت هذه الدراسة والحمد لله رب العالمين في جميع المناطق، نقدر نقول المنطقة الغربية من مصراتة إلى زلطن إلى زوارة، كل هذه المناطق اليوم استقبلت التلاميذ وبدأت في الاستعداد لتوزيع الكتب والجداول على المعلمين، وبالتالي نقدر نقول أن الدراسة ستنتظم بإذن الله منذ اليوم الغد بإذن الله تعالى. طيب، ما هو موقف التنسيقية من هذه العودة؟ التنسيقية بعد لقاءات عدة طبعا مع المسؤولين بدءا من الرئاسي متمثلا في السيد الرئيس إلى المكلف بالوزارة حاليا الدكتور محمد عماري والوكيل، بعد هذه اللقاءات الحقيقة شعرنا بارتياح لجملة من الإصلاحات التي بدأت وستبدأ لاحقا
بجدولة المرتبات بعون الله لكل الليبيين مش لقطاع التعليم. فالقطاع يعني أو المعتصمين نادوا بتحسين مرتبات وإعادة جدولة المرتبات في الدولة الليبية بالكامل مش في قطاع التعليم فقط، وهذا شيء يذكر للمعلمين ولاعتصام المعلمين. أيضا هناك إصلاحات ستقوم بها الوزارة اللي هي نقدر نقول عليها سريعة وقد لا تحتاج إلى وقت وقد لا تحتاج إلى كثير من الترتيبات، منها علاوة الحصة التي زيدت من 10 إلى 12 سابقا أصبحت الآن 15، واللي كان 15 في المرحلة الثانوية أصبحت 20. أيضا علاوة إدارة المدرسة وعلاوة الإداريين في المدرسة، كل هذه الأشياء يعني حقيقة تبشر بالخير وتبشر بشيء من المصداقية لمسناه من المسؤولين في هذا الاعتصام دون غيره من الاعتصامات السابقة والتي بدأناها من عام 2013. نعم، إذن تم يعني الاتفاق على استئناف الدراسة يعني بعد الوعود ب يعني تنفيذ بعض الإصلاحات. أنت ذكرت يعني أبرز هذه الإصلاحات وهي يعني حصة المعلمين، علاوة هذه الحصة بالإضافة إلى زيادة المرتبات. يعني هل نستطيع القول بأنه يعني ستتحقق جميع المطالب، ومتى تحديدا سيبدأ العمل على هذه الإصلاحات؟ والله نأمل حقيقة كما قال المسؤولين أن العمل سيبدأ بهذه الإصلاحات وخصوصا جدول المرتبات لكل الليبيين. هذا الشيء يحتاج إلى فترة لا بأس بها. طبعا احنا اللي سمعناها من الوزير المكلف أنها تحتاج إلى أكثر من 6 أشهر أو في حوالي 6 شهور، لأن هذه الإصلاحات وخصوصا جدول المرتبات، حاليا في ليبيا يوجد 33 جدول للمرتبات، وهذا شيء غريب جدا يعني، وكل مصلحة وكل قطاع عنده جدولة خاصة. الآن سيبدأ بجدولة المرتبات لكل الشعب الليبي، أن يكون جدول واحد للمرتبات فقط. هذا يحتاج إلى خبراء من هنا من داخل ليبيا، يحتاج أيضا إلى خبراء دوليين منها النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه كلها ستكون يعني معنا في لإيجاد حل لهذه الجداول المتعددة، وحتى ترقى البلاد إلى جدول موحد يشمل كل الليبيين ويتسود فيه العدالة الاجتماعية التي ننادي بها منذ سنوات. نعم، يعني الآن عادت الدراسة ولكن المدة التي انقطعت فيها كيف يمكن أن تؤثر على منفعة الطالب، وكيف يمكن تعويض هذه المدة بما لا يتعارض مع الحصص الدراسية؟ اللي بنقول أن المعلمين جاهزين صراحة لتغطية هذه المدة المفقودة والجدية في العمل ما دام حصل الكثير من الاستجابة للمطالب. هكذا نرجو من الجهات المسؤولة، وليس ببعيد في سنة 2011 بدأت الدراسة في يناير وانتهت في موعدها المحدد. نحن الآن بدأناها في نصف نوفمبر، بإذن الله ستكون الأمور على خير ما يرام بإذن الله تعالى. نعم، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة، عضو تنسيقية معلمي مصراتة صلاح حسمي، وشكرا جزيلا لك. إلى جبل نافوسة، حيث سجلت المراكز الصحية بمناطق جبل نافوسة حالات جديدة أصيبت بمرض الليشمانيا، ليصل عدد المصابين بهذا المرض إلى 200 حالة على مستوى الجبل الغربي. بدورها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسليم 20,000 حقنة من علاج الليشمانيا فرنسي المنشأ إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، موضحة أن المركز سيتولى توزيعها على المراكز الصحية في عموم البلاد لمكافحة مرض الليشمانيا والحد من انتشاره. وسط تزايد ظهور حالات الإصابة بمرض الليشمانيا، تواصل الجهات الصحية بمدن جبل نافوسة جهودها في علاج المصابين عبر توفير العلاج اللازم لهم بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وسجل العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة مقارنة بالعام الماضي، إذ تجاوز عدد الإصابات بالمرض 200 حالة على مستوى منطقة جبل نافوسة، بداية من مدينة الرجبان وحتى نلوت، بالإضافة إلى مدن باطن الجبل. علاج الليشمانيا طبعاً وفرت الدولة من جهة المركز الوطني لمكافحة الأمراض. طبعاً الحالات تتراوح من 115 حالة إلى 130 حالة،
سنة 2018 هذا، والسنة هذه طبعا الجرعات كمية متوفرة، والدكتور يوم الخميس طبعا 24 ساعة موجود ويقدم في خدمات يعني 24 ساعة. الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة أرجعه متخصصون إلى عدم قيام الجهات المعنية بمكافحة الأمراض بدورها المتمثل في إطلاق حملات رش المبيدات بالمدينة والمنطقة بصفة عامة. من جهتها اتخذت إدارات المستشفيات بمدن الجبل جملة من الإجراءات لمواجهة هذا الوباء، حيث خاطبت وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض من أجل توفير العلاج لحالات المسجلة بالمستشفى. إمكانيات يعني تقدر تقول باهي معقولة جدا، ما فيهاش أي عقبات ولا أي تعطيل في الإجراء الطبي بالذات يعني من ناحية الطبية. بالنسبة لمدة العلاج ما يأخذ ما بين 6 شهور وسنة، ومن ناحية المناعة الجسدية للشخص يعني نفسه، في اللي ما يمشي ما يوصلش حتى شهرين، في اللي يوصل 6 شهور ويبرأ، في اللي شهرين ويبرأ. كمركز علاجي يغطي من مناطق الأربعة وبطل الجبل يجوا المنطقة الغربية بالكامل، من الحرابة من كبا ومن كلها تجي تعالج، فيش مشكلة. طبعا الحالة لما تجينا نديروا لها استبيان مخصص للحالات. مكافحة انتشار المرض تعد من أهم المراحل للقضاء على هذا النوع من الأوبئة، حيث يتواجب على الجهات المسؤولة ومكاتب الإصحاح البيئي الإسراع في إطلاق حملات الوقاية المتمثلة في رش المبيدات وعدم السماح بتراكم القمامة لفترات طويلة بالمنطقة. ولنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الأخصائي في علاج مرض الأشمانيا الدكتور أبو القاسم جبران. أهلا بك دكتور جبران. يعني كيف يمكن الحد من ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض الأشمانيا في جبل نفوسة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتقدم بالشكر إليك أخوي رافع على هذه الاستضافة. أولا نحب نتكلم أو نعطي نبذة مختصرة عن مرض الليشمانيا. مرض الليشمانيا هو مرض طفيلي جلدي غير معدي، فطرق أو طرق الحد من انتشار هذا المرض في جبل نفوسة، يعني كيف يمكن الحد من انتشار المزيد من هذا المرض هناك؟ يتم ذلك عن طريق طرق المكافحة والوقاية من هذا المرض برش المبيدات الحشرية للقضاء على الدبابة، وكذلك القضاء على القوارض، ويتم ذلك بتفعيل برامج المكافحة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة. فبرامج المكافحة متوقفة من قبل 2011 ولم يتم تفعيلها إلى الآن، فلذلك ازدياد عدد الحالات نتيجة نقص المكافحة لهذا المرض. نعم، طيب يعني كيف يمكن للمواطن تفادي الوقوع في فخ هذا المرض؟ يعني ما هي الإجراءات الوقائية التي يعني يجب أن يتخذها المواطن من تلقاء نفسه؟ أولا إحكام إغلاق النوافذ ليلا باستعمال النوافذ البلاستيكية، إحكام إغلاق النوافذ باستخدام النوافذ البلاستيكية، عدم النوم ليلا خارج البيت خلال فترة الصيف، كذلك استعمال الدهانات والكريمات الطاردة للبعوض استعمالها على الجسم، كذلك عدم زيارة المناطق الموبوءة والمكوت فيها لفترات طويلة خلال فترة الليل، وكذلك عند ظهور أي بثور أو أي طفح جلدي ضرورة استشارة الطبيب الجلدية أو الذهاب إلى أقرب مركز صحي. نعم، وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت عن تسلم 20,000 حقنة من علاج مرض الأشمانيا فرنسية المنشأ، هل هذا العدد كافي للقضاء وللحد أيضا من هذا المرض في ليبيا؟ أولا كجرعات كافية للأمانة لجميع مناطق ليبيا. مشكلتنا في مرض الأشمانيا ليس العلاج،
هي المكافحة هي الأساس وليست العلاج. وطبعا هذا للأمانة ليس من اختصاصات وزارة الصحة بالنسبة لمكافحة المرض، هي ترجع إلى مكاتب الإصحاح البيئي للبلديات، هي اللي المفروض تقوم بدورها من ناحية مكافحة المرض وليس وزارة الصحة. وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية يوفر في العلاجات، العلاجات متوفرة للأمانة في جميع المراكز التابعة للمركز الوطني لعلاج مرض الليشمانيا. نعم. العلاج متوفر، الأطباء متوفرين، المكافحة غائبة تماما، لا يوجد مكافحة لمرض الليشمانيا أو برامج المكافحة غير مفعلة في ليبيا. نعم، طيب يعني طبيعة مرض الليشمانيا أين يتكاثر تحديدا؟ هل يقتصر فقط وبشكل كبير على المناطق الجبلية أم الساحلية أيضا؟ يتركز مرض الليشمانيا على المناطق الجبلية والمناطق الساحلية، في تاورغا، في بنوليد، في الخمس، في زليطن، في الزاوية، فهذه مناطق يعتبر يتوطن فيها مرض الليشمانيا، وضرورة مكافحتها حتى لا يزيد من انتشار عدد الحالات وازدياد عدد الحالات في المناطق هذه. نعم، نكتفي معك بهذا القدر، شكرا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الأخصائي في علاج مرض الليشمانيا الدكتور أبو القاسم جبران، شكرا جزيلا لك. في قصة هذا الأسبوع من أخبار الناس نسلط الضوء مشاهدين على سائقي الدراجات النارية الاحترافية في ليبيا. وليد المعلم هو أحد الشباب الليبيين الرائدين في عروض السباقات الاستعراضية للدراجات النارية، حيث تحصل على عديد الجوائز والميداليات في المسابقات المحلية والعالمية للعبة. تفاصيل أكثر مع الزميلة سناء حبيب. صراحة بدأت أنا هواية هذه من تقريبا سنة 2000، مطوات صغيرة يعني كسبات، وبدأت تدريجي كل مرة ناخذ مطو أكبر شوية، كل مرة تتطور الهواية يعني، إن أخذت مطو كبيرة، بدأت في المطوات الكبار يعني تقريبا 2009 2010، وبعدها خشيت على المطوات المجهزات هذه المعدلات تقريبا 2010، ومن 2010 نلعب في مطوات المجهزات هذه من توا، في مشاركات خارجية وفي مسابقات داخلية، داروا تقريبا مسابقتين، واحدة 2012 وواحدة 2013، أخذت فيها ترتيب أول على ليبيا، ومن 2013 ما عادش داروا شيء الحق. المشاركة الدولية، مشاركات دولية خارجية، شاركت في الموتوكروز الجبلية بطولة المغرب 2012 ترتيب الثالث، موتوكروز بطولة الكويت 2013 ترتيب الثالث، ورايد تشامبيون السعودية جدة 2017 ادفع ترتيب ثاني. والله الاسم الشارع المعلم. الاهتمام بالنسبة للدراجات النارية رياضة مهمشة يعني مش مهتمين بها قبل الثورة هذه، طبعا ما فيش مطوات بكل توا، بعد 2012 داروا اتحاد، داروا نادي، في اهتمام شوية لكن مش هذاك الاهتمام، تحتاج اهتمام أكبر يعني هيك يعني. بالنسبة للدول الثانية مهتمين بها من حقه، أعطينا من حقهم مسابقات في ديما يعني. والله الرياضة بالنسبة للمطوات عامة يعني هي تبي حماية سيفتي، واحد لازم يلبس الكاسكو ولا الجوانتي والواقي الصدر والظهر والبوتيل، يعني لازم يلبس سيفتي كامل في المطوات عامة، بالنسبة لأن صعب السواقة في ليبيا، صعبة في الطريق هي،
والله يتب اهتمام كبير. هي اول شيء من الدوله، الاتحاد ما ليش علاقه، الدوله هي لازم يعني تهتم وتصرف ميزانيات يعني للاتحاد، مش هو الاتحاد يهتم بنا. وبالنسبه للمطوات يعني في الطريق، يعني الشعب عامه يعني لازم هم ينتبهوا للمطوات، يركزوا ديما في المرايات، شوف السواق الموتو لما يسوق يعني ما يردوش عليه، يعني يقدروها الموتو، ما يقدروش فيها هم في الطريق بكل، يعني ما يشوفوش ما يركزوش في المرايات وديما يردوا علينا يعني. في الموت العادية اللي هي الستوك، اللي يقولها ستوك حالة الدار، يعني هذيك متاع السباقات، متاع السباقات السرعة، وفي الكلاسيكي، يعني الكلاسيكيات هذو، وفي في الموت كروز الجبلية هذه متاع التراب، وفي اللي هي هذه اللي أصلها ستوك ومش متعدلة، يعني تتعدل ما هيش بتاع سرعة متاع لعب يعني. والله الإضافات الفرسيوني اللي هو الكلتش والبريك والدمان يتعدل يتغير، حتى هو من أصلي عادي ستوك يكون فوق سبورت وتتغير فيها الترس أكبر، الترس هذا اللي يخلي الموتو معاش تجري، وفيها الحماية الجانبية هذه يعني كراش كيج، فيها هذه الحماية تتغير، حتى هذه سب كيج، فالمثبت السرعة هذا يعلي المينيمو، في تعديلات هلبة يعني داخلية لازم تعدل تعديل كامل يعني الموقف. ما يزال العمل متوقفا بمطار باري منذ أكثر من عام لأسباب فنية، حيث يمثل المطار شريان الحيوية والمنفذ الجوي الوحيد لسكان مناطق وبلديات وادي الأجال والبلديات المجاورة، ويطالب الأهالي بوقفة جادة وسريعة لمباشرة أعمال الصيانة من قبل الشركات المنفذة ليعود إلى سابق عمله لتنتهي معاناتهم مع التنقل عبر الطرق البرية. تفاصيل أكثر مع زميل سالم محمد. الشريان الحيوي والمنفذ الجوي الوحيد لسكان مناطق وبلديات وادي الأجال وما جاورها متوقف منذ أكثر من عام لأسباب فنية. طبعا المنطقة هذه غنية بالموارد الطبيعية والشركات النفطية والمحطات الكهرباء، فالمطار كان يخدم في المواطنين بالإضافة للجهات الخدمية والشركات المحيطة بالمنطقة. فنزيد الناشد والجهات المختصة أن هي تسرع في عملية، تنظر في عملية صيانة مطار وتجهيزه. مطار أوباري يحتاج إلى وقفة جادة وخطوات سريعة لمباشرة العمل في مشاريع صيانة المدرج المتضرر وممر التوصيل إلى ساحة وقوف الطائرات التي تعاني تشققات وتصدعات كبيرة بسبب قدمها وعدم إجراء أي صيانة تذكر لها منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى توقف شركات الطيران عن تسيير رحلاتها إلى المطار طوال الفترة الماضية. بالنسبة لمطار أوباري نحن نتمنى للجهات المختصة انهم هم يستهينوا بالموضوع هذا، ويا ريت يعني يديروا في حلول هو، لكن نتمنى هم يديرونا حل حقيقة. يعني اصبح الوضع مزري جدا، يعني لو كانت تيسرت الرحلات هذه تخفف عنا وتخفف على الوادي هذا كله، نحن انا سكان منطقة الوادي هذا كله مستحقين للمطار أوباري، مش معقولة يعني يبدأ يستخدموا فيه مطار ربسن ومرة تسكر فيه علينا ومرة مرة يفتحوا ومرة يعني دايرين على لقمة العيش بتاعنا هذه. فيا ريت احنا كان في جهات مسؤولة يعني في طرابلس، اي من حكومة من الحكومات يعني تشوف لنا الوضع بتاعنا.
معاناة انعكست سلبا على المواطنين هنا وكبدتهم مشقة التنقل لمسافات طويلة عبر طرق متهالكة، وفي ظل أزمة نقص وقود حادة خاصة ممن لديهم حالات مرضية تتطلب العلاج في مراكز صحية متقدمة، حيث يناشد الجميع الجهات المختصة سرعة التدخل وتشغيل هذا المرفق خاصة بعد تحسن الوضع الأمني بالمنطقة وحالة التعافي التي تعيشها. نظمت الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية دورة تدريبية لتعليم الأطفال والناشئين حرفة صناعة الذهب والفضة، وتضمنت الدورة عرض دروس نظرية حول الصناعات اليدوية فضلا عن إقامة ورش عمل من معدات صناعة الذهب والحلي الفضية. المزيد في سياق تقرير الزميلة أحلام الكميشي. حجرة صغيرة في دار الثقافة والفنون والتراث طرابلس اتخذتها الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية والذهب والفضة كفصل دراسي يعج بالمعدات والأجهزة لتدريب النشء الصغير في دورات متتالية على حرفة قاربت على الاندثار. بالنسبة للدورات هي احنا منظمين ثلاثة سمسترات، كل سمستر ثلاثة شهور. المرحلة الأولى يتعلم فيها الطالب استخدام الآلات والمعدات، الموازين، المعايير، الأدوات، صهر المعادن والهندسة التقنية. السمستر الثاني طبعا يعتمد على نفسه، يبدأ الطالب من ناحية يبدأ يصمم الشكل بروحه ويبدأ عملية اللحام، عملية صهر المعادن، الآلات والمعدات حتى هو. طلبة في عمر المدرسة، بنين وبنات يواصلون التدريب في حصص الدورة ويحاولون تطبيق الدروس عملياً لصنع مشغولات بروح ليبية وإجادة العمل لاكتساب صنعة تدر على صاحبها دخلاً جيداً. حبيت الصنعة ونبي نكمل فيها، خدمة هلبة حاجتك الأخلال وتعليقات، وياريتك الطموح هو يقعد حتى يخش في المدارس. أنا طموحنا لدكتور، لكن أنا أشبحت واحد يخدم عجبتني الطموح هذه. أنا نبي نوصل 10 خلات في اليوم لمديرهم. أهملت الأسرة الليبية تعليم الحرف لأولادها منذ سنوات، وتركز الطموح على وظيفة حكومية براتب شهري، وتركت فرص العمل الحرفي للأجانب. لكن الأزمة التي تلت الربيع العربي أعادت للأذهان قيمة الصنعة والحرف اليدوية كمصدر مستمر للدخل، وبرز جيل من المعلمين اهتموا بنقل معارفهم للنشء الجديد حفاظاً على الهوية والموروث الليبي. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكميشي، طرابلس. نختتم أخبار الناس مشاهدينا بهذا التقرير، حيث أسس الشاب أحمد بركة في مدينة سبها مؤسسة مدنية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدينة وحقهم في الاندماج مع المجتمع. وتأتي هذه الخطوة بحسب الشاب أحمد بعد تعرضه لحادث سير قبل 7 أعوام، أصيب على إثره بشلل نصفي وجعله حبيس كرسي متحرك. نتابع. استيقظ فوجد جسده حبيس كرسي متحرك. 7 سنوات مضت منذ إصابة الشاب أحمد بركة ذي 29 ربيعا في حادث سير أثناء عودته إلى مدينة سبها قادما من إحدى المناطق المجاورة. طبعا في اليوم هذا اللي علمت به أني يعني ما نقدرش نمشي أو أني كذا، ما نكذبش عليك، صار لي إحباط جدا كبير، ولكن استعانت بالله. بمعنى كان أول طلب، كان أول خطوة كانت الاستعانة بالله. الحقيقة صار لي إحباط، صار لي خشيت في عدة أمور. رغم اليأس الذي أطبق عليه في الأشهر الأولى من إصابته، فإن أحمد استطاع أن يتغلب عليه بالانخراط في المجتمع، إذ أنشأ قبل 2 جمعية الأصدقاء للأشخاص ذوي الإعاقة التي تهتم بالدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في الاندماج بالمجتمع. الإعاقة ليست عجز، الإعاقة هي ليست عجز، الإعاقة هي إعاقة فكر، إعاقة سلوك، إعاقة أخلاق. ما في شيء يعيقك انك انت تمارس حياتك، بمعنى انك
ما تخليش ان الاعاقه هي تمنعك عن الاختلاط، تمنعك عن دراستك، تمنعك عن، لا بالعكس. حاله احمد يعني نعتبرها تجاوز رائع جدا، فوق جدا يعني ممتاز. ان هدف هالاعاقه، ومن قبل قلت يعني الاعاقه ليست مانع ولا حاجز، بل هي تحفيز واراده للوصول الى شيء او هدف ما في الحياه. من خلال الأستاذ هنيتاه بعد شرحنا عن موضوع الجمعية وكيف تجاوز النجاح المبهر في المجتمع، يعني ما شاء الله. حالة أحمد بركة ليست الأولى من نوعها، بل هي مثال لعديد من الأشخاص الذين تحدوا الظروف من أجل تغيير الفكرة السائدة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تجسيد حي يؤكد أنه لا مستحيل ما دامت الإرادة موجودة. ختام أخبار الناس مشاهدينا، إلى اللقاء.